معكم فرقة مزرطيف الخيال، اليوم حاضرة هنا في مهرجان طنجة للضحك بالدعوة من الأخ والصديق جمال ونور الدين، وكنقدم لهم واحد التحية كبيرة في هذا النهار هذا، وشكرا بزاف على الدعوة هذه. وحنا اليوم ما قدمنا واحد العرض اجتماعي كيحكي قصص اجتماعية وفيه حوادث السير، بحكم أن هذا المهرجان طنجة للضحك كيركز كذلك على قضية ديال الحوادث السير، وكنتمنوا إن شاء الله نبقاو نتفتحوا على الجمهور المغربي ونوصلوا العرض ديالنا خيال الظل، بحكم كإحنا الفرقة اللي كاينة في العالم العربي وكنعملوا على الاختلاف الفني والتنوع الفني هنايا في المغرب وطنجة خاصة. شاركت في مهرجان طنجة مع كنت شاركت فيه فاش يلاه بدا، ودابا في الدورة الثالثة ديالو، وكنتمنى ليه مسيرة موفقة إن شاء الله يا ربي والليكيب كاملة اللي خدامة فيه. الحمد لله كما شفتي التفاعل ديال الجمهور، هذه ثاني مره كنشارك في هذا المهرجان، والحمد لله يعني دائما ملي كنجي لطنجه كنجي فرحان، لان يعني كتلاقى لي فان ديالك، كتلاقى الجمهور ديالك، وهذا وليا شرف انني نحضر في هذه النسخه الثالثه لثاني مره مع الاخوان ديالي جمال ونور الدين، وكنحييهم على هذه البادره هذه، وكنقول لهم برافو عليكم لانكم قدرتوا تستمروا. واليوم المهرجان راه غادي تبارك الله وكيكبر، راه النسخه الاولى كانت غير في قاعه صغيره وكانت لي مويان شويه على قد الحال، دابا الحمد لله مزيان المهرجان راه غادي وكيكبر، ونتمنوا دائما الجمهور الطنجاوي يكون وفي لهذا الموعد هذا. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.